السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة احنا عند ماما، وحبيت اوريكم احنا هناكل ايه. احنا هناكل محشي. انا مش بعمل حاجة السبت يوم ما اكون عند ماما خالص، فقلت لماما هصور معاك الطريقة. قالت لي طيب، هنعمل محشي بتنجان وفلفلة وبصل. البصل اللي احنا سلقينه عشان يكون مستوي، عشان بياخد سوية اكتر من الفلفلة والبتنجان. والبتنجان احنا برضو مصورينه. المكونات احنا هنعمله النهاردة ني في ني. الطماطم عصير الطماطم في فلفلة وتوم مضروبين معاهم مع الطماطم في الخلاط. وهنا برضو في البصل وقرن فلفل وتوم ومكعبين مرقة فاين فوص وزيت وملح وفلفل. يعني بصل وقرن فلفل وثوم وملح وفلفل وكمون وبهارات لحمة. وهنا مرقة فاين فوص والرز وبصل. ودوت احنا هنحطه في المحشي في الحلة من تحت علشان ما يلزقش. ونسى بتقول لكم هنحطه في النهارده يبقى كله طارق طارق. النهارده مية مية. ملح وفلفل وكمون وشطه، وهنحط مرقه جنب كمان. مفيش بقى لحمه؟ لا، في برضه. احنا حطينا في الحله اللي طلع من البرنجان وشويه رز وشويه طماطم ومكونات. هنرجع للوصفة بقى. البصل قلنا والطماطم والخضرة. هنعمل النهاردة ني في ني. هنحط كل حاجة هنا في الطماطم. وسر الخلطة بتاعتنا النهاردة كفتة. استنى يا ماما، خلطة الكفتة دي نحطها في المحشي مع الملح والفلفل والكمون والشطة. نحطها حطه حوالي معلقة كبيرة كده. معلقة كبيرة. الناي في ناي انا جربته معلش ان انا ما صورتش سوي الفيديو سوي البرنجان والفلافلة واحنا بنحشي برضو. احنا اهم حاجة بس في البرنجان والفلافلة وهما بيتحشوا ما نحشوهوش على الاخر، يعني نحشي لما للتلات ارباع. واحنا ماما صوته على النار ازاي، جابت شوربة وغلتها وقامت حطها على البرنجان والفلافلة. كله ده في حلة واحدة. ده اللي بيبقى في قعر الحلة. ده اللي اختي بتحبه برضو. سيب المحشي وتاكله. وهنا شوفوا ماما عملت البصل ازاي. عملته فككته من بعده بعد ما سلقته فككته. بصوا مفكوك ماشي، يعني محشتوش كامل زي المرة اللي فاتت. لا، هي فككته وقامت حشياه زي الكرنب. ويا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله.